بعد واحد القضيه بغيت نقولها للسي حسبان، السي الرئيس اللي جا قال لك جا الرئيس جا حنا رجع معاك، ما جاب حتى شي مستشار جديد، ما جاب حتى شي حاجه، جا دار المشاكل. بغيت نقول ليه هاد العيالات اللي مخلص لهم 1200 درهم 1200 درهم بلا ما تشري سيدي ديك بيان سبور ودريم بوكس وتركبهم في البيرو ديالك باش تبقى تفرج على حساب الرجاء، خلص هاد العيالات هادو، راه هاد لي سيفتو بجوج راه قيمت عيالات خلاص ديال العيالات هادو. وكنتمنى انا من هذا الفيديو ماشي عاوتاني يدير لهم شي يدير لهم شي تهمه ويلفقوا مال العيالات باش يخرجهم. حيت دابا راه الفقره المتهمه الاولى قال لهم راه هضرت مع عادل، وكنتمنى باش يتحداني ويخلص هاد العيالات هادو. جا عندها واحد النهار قال لها غتولي تجي غير نص نهار باش نعطيها 600 درهم. انا هاد الفيديو ملي قلتها هو القرار اتخذ قرار قوي، قال ما قرار شجاع اخذها، حيت الراجل وقف على 600. قال لها لا ما خلصهاش ديك 600 درهم، تاخذ 600 درهم في هذا الشهر ما خلصهاش. قال لي علاش؟ قال لي علاش قلتي للسيد، علاش عاودتي للعادل؟ الهضره الحوار اللي دار بيني وبينك، واش الراجل وقف على 600 درهم ديال هذه المراه هذه؟ ومراه اخرى، مراه اخرى حتى هي كدير الميناج 24 فري ما خلصهاش هذا الشهر هذا، واش هاد التجعيلات الراجل وقف على 24 فريال؟ واش الراجل هذا هو السير الاحترافي اللي تقول هذا الرئيس هذا؟